الحمد لله دخلنا عازمين حقق واحد النتيجة إيجابية، خصوصا بعد التعثر الأخير أمام اتحاد تورقة اللي كان منقوص وضيعنا الفوز كان في المتناول. اليوم كنلعبوا مع واحد الفريق منظم، كنا عارفين اللي علينا، درسنا الخصم مزيان والحمد لله توفقنا في تحقيق الانتصار اللي يكون هام باش نكملوا المشوار ديالنا ونحققوا الهدف المبتغى ديالنا اللي هو نعتق من المراتب الأخيرة إن شاء الله. بالنسبة للجمهور ديالكم اللي كان غايب التناقض مع الجمهور الوجدي؟ الجمهور الوجدي كيف ما كيعرف الجميع راه كبير، وحنا راه جد سعداء بالعودة ديالو للمدرجات، وراه غادي يعاوننا إن شاء الله باش نحققوا الهدف المنشود ديالنا إن شاء الله. اليوم في غياب الجماهير شفنا يعني الصوت ديال المدرب وصل للمسامع ديال اللاعبين، واش هذا شكل لكم حافز باش تنتصروا في المقابلة؟ بطبيعة الحال غياب المدرب عنده قد احتياط عنده واحد الأثر سلبي على المجموعة، ولكن حنا راه مآمنين به وهو مآمن بينا وكنديروا المجهودات وكنتبعوا ما امكن التعليمات ديالو باش نحققوا واحد النتائج ايجابيه، ونتمنى ان شاء الله تسويه الوضعيه ديالو ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.